أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب كسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان
عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء صدق الله العظيم.